مساء الخير. الماء من العناصر الأساسية للحياة اللي من الصعب الإنسان أن يستغني عنها، والماء موجودة بالمحيطات والبحيرات والأنهر، ومؤخراً اكتشفوا العلماء أنه الماء موجودة بالفضاء كمان في نجم ضخم أكبر من الشمس بكتير لقوا حواليه غيوم مليانة ماء، فياريت فينا نوصل لهالنجم وناخد مياته بركة تنحل أزمة الماء الموجودة على الأرض. وبالعودة لطقسنا، درجات الحرارة بلشت تنخفض تحت الصفر بالأرز، وبلشت السقعة القوية تدق البواب خصوصاً إذا وصلت لعنا العاصفة القطبية أليكسا يلي من المتوقع أنه توصل مساء الثلاثة، ورح تجيب مع أمطار قوية وانخفاض كبير بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على ارتفاع 500 متر، أجواء شتوية بامتياز مسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بسبب كتل هوائية باردة عم بتأثر على منطقتنا. أما الحرارة منخفضة على الساحل ورطوبة عالية والهواء متوسط السرعة والبحر مائج وحرارة 120 درجة. أما الليلة طقسنا بلبنان غائم وممطر وعواصف رعدية ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 1500 متر والحرارة على الساحل عم بتسجل 10 درجات. أما لبكرة طقسنا غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة والثلوج على ارتفاع 1500 متر، الحرارة ببيروت رح تتراوح بين 12 و17 وفوق الجبال بين 6 و9 وبالأرز بين 5 درجات تحت الصفر و3 درجات بالبقاع بين 3 و9 وبجنوب بين 6 و10 درجات. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وبنبدأ تحديدا إذا بنبدأ بمشوارنا من عكار 3 طرابلس 17 جبال 16 درجة، إذا على الساحل عم تتراوح بين 17 و16 درجة، ومن بعدها بنت جبال 13، نبطية 13، بيت الدين 16، برمينة 15 و12 بزحلة وبعلبك 9 والهرمن 12 درجة. أما بالنسبة لرطوبة بتتراوح بين 60 و85%، حرارة سطح الماء 20 درجة وسرعة الرياح بين 10 و35 كيلومتر بالساعة ورياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لثلاث أيام اللي جايين خلينا نشوفهم سوا. الأحد بين 10 و18 والتنين بين 12 و17 درجة، وبيرجع الثلاثة مثل ما ذكرنا في هطول أمطار وبتتراوح بين 11 و16 درجة. وهلأ بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الدوحة 27، أبو ظبي 28، دمشق 13 درجة، ومنتقل من بعدها للجزائر 17 والقاهرة 18 درجة، وأخيرا روما 14 ومدريد 11 درجة. وهيدا كان جونا، بس خليكن معنا لتتابعوا آخر أخبارنا.